يا تاريخ ما لك لا ترانا، هل استصغرتنا نحن العظام؟ وفي أرواحنا أصوات تجدو، ألا والله لن ننسى الإمام. ولكن ما حسينكم قصدنا، قصدنا الثائر الحر الهمام، قصدنا من تعلى فوق قوم فلم يبقى شريف ذا اللهام، فلم يرضى ببيعة من تبغى، كأن الإرث غلاب تسامى. وهذا إرثنا يا ابن المعالي، فليس اللطم والأكل المرامى، ولكن إرثنا الحق السمي وإرث الصادقين وما توانى. وفي أرواحنا طف قديم وقد صار جديدا في دمانا، دمانا وهي في الإسفلت تعلو لتغرق من تجبر في أذانا. ولكن ما سقطنا، اليوم نسمو بأكفان تحقق مبتغانا، فإن الخارجون بكل نصر وإلا فالشهادة في منانا، بأيدينا ليصبح كل يوم طفوفا لا تفض من اليتامى. فأخيام الحسين لنا دليل، وكنا في جديدتنا اعتصاما، ولكن أحرقونا مثل حرق لأرباب العقيلة والخيامة، وقد أخلوا بنا للجيش كل وأبلوا بيننا كل اختضاما.